يو الدراري، السلام عليكم. معكم امين وفيديو جديد. في هذا الفيديو غنوريكم بلايص اللي تقدر تاخذ منهم لي مانغا، حيت اي واحد ولا اي اوتاكو كيبغي واحد الفيترينا ولا كيبغي يشري المانغا وما كيلقاش فيه، يعني كيبغي يشوف ديك الكوليكسيون كامله ديال لي مانغا محطوطه عنده في الدار في شي فيترينا، يعني بحال هكذايا ولا يعني اي واحد كيبغي واحد الكوليكسيون ديال لي مانغا تكون عنده في الدار، يعني مجموعه كامله يعني. وانا مع ولد كازا غنوريكم بلايص اللي كاينين في كازا، كان شي بلاصه اخرى قولوا لي في كومونتير ولا خليوها لي لتحت. وهاد البلايص اللي غنقول لكم انا كل بلاصه غنخلي لكم الليان ديالها لتحت. غنبدا باول بلاصه اللي هي الفناك. الفناك اللي كاينه في مروكو مول، يعني اي واحد كيجي لكازا راه غيعرف مروكو مول فين كاين، شد لي طرام. الفناك كتلقاها على الدخله ديال مروكو مول. الا مشيتي مروكو مول اول حاجه غتبان لك اللي هي الفناك. اي دخلتي فناك غتلقى في الطاج الفوقاني غتلقى كاع الكوليكسيون ديال لي مانغا الفوقانيين، وكانت اي حاجه غتلقاها عندهم تمايا. والثمن ديال المانغا تمايا كتكون ما بين 99، المهم ما بين 80 درهم حتى 100 درهم بحال هكا، حيت كتاخذها من المحل ماشي رخيصه. وهذه البلاصه الاولانيه اللي نقدر نقول لكم انايا، كتكون ديما كاع لي مانغا تيكون عندهم الفوق في الطاج الفوقاني، عندهم هما يا دو طاج الطاج الفوقاني، يعني كتلقى فيها كاع الكوليكسيون ديال لي مانغا، يعني هما المانغا عندهم كتكون فرونسي، حيت ما قلبت عليها ما لقيتهاش كاع لونغلي، كلهم فرونسي كيف كتشوفوا معايا. والبلاصه الثانيه اللي سولت عليها الدراري وقلبت عليها انا، يعني قلبت عليها اللي هي ليفغ موا، كاينه في كازا حتى هي، كاينه في المعارف. في المعارف نقدر نحط لكم الليان ديالها لتحت، ونقدر نوريكم حتى البلاصه فين تقدر تمشيو ليها بالضبط. ليفغ موا اللي ما كيعرفش ليفغ موا راه كاين السيت ديالها، غنخلي لكم في الديسكريبشن لتحت لاي واحد كان باغي شي مانغا. كيديروا ليفريزون، ليفريزون تقريبا كازا المغرب كامل ب 30 درهم في اي مانغا بغيتوها، واي مانغا بغيتوها تقدر تلقاوها عندهم في المحل ديالهم. الثمن ديال لي مانغا ديالهم حتى هو تقريبا بحال الفناك، حيت داكشي كتاخذ جديد تيكون ما بين ما بين 80 درهم حتى كذا و 90 على حسب لي مانغا. وسولتهم واش قدروا انهم يجيبوا لنا مانغا لونغلي، ساعه دوماج ما كايناش، كاين يعني غير فرونسي. وعندهم تقريبا ماشي غير لي مانغا، كاين عندهم حتى الكتب الكبار بحال ديال جيم اوف ثرون، ذا فايكينغ، شي حاجه بحال هكا اللي كنتو باغينها راه غتلقاوها في هذا المحل هذا. والبلاصه الثالثه اللي نقدر نقول لكم شويه تلقاو فيها شويه الثمن طايح شويه، اللي هي معرض الكتاب. معرض الكتاب اللي غادي يكون في هذه السيمانه هذه، غتكون في واحد 10 ايام اللي غيبدا نهار 9 في من هذه السيمانه هذه، غيكون نهار الجمعه ان شاء الله، وغيبدا فيه 10 ايام. كيكونوا فيها لي مانغا كاملين، كتلقى فيها شحال من محل، كاينه فيها تاليف غموا كتكون تقريبا ناقصه 25% تقدر تاخذ من عندها في معرض الكتاب. وبلاصه الرابعه اللي قدر انني ننصح بها اي واحد ولا اي واحد كيعزيز عليه المانغا ولا عزيز عليه يجمع الكوليكسيون ديال لي مانغا وعزيز عليه انه يمشي ياخذهم، اللي هي لي زيفيلمون، على حسب المدينه انت اللي تقدر تكون فيها واش غتكون فيها ستوند ديال لي مانغا ولا لا. كاين واحد لاباج غنخلي نوريها لكم الدراري اللي هي هاد لاباج هادي، المهم هاد الدراري اللي كاينين في هاد لاباج هادو هما اللي كيكونوا في لي زيفيلمون، كاينين عندهم لي مانغا زويني، كاين عندهم لي مانغا الثمن ديالهم رخيص بزاف، يعني 50 درهم حتى كدا 40 كدا ما بين، المهم كدا 40 حتى 50 60 هذا هو الثمن ديالهم عندهم كيكونوا في لي زيفيلمون. سولوهم الا كانوا كيديروا ليفريزون الدراري، حيت انا ما سولتهمش. كاينين في كازا سيدي معروف، هادو هما البلايص اللي تقدر تاخذ منهم لي مانغا الا كنتي كتبغي تجمع لي مانغا بزاف تحطهم عندك في الدار وتقراهم. المهم الدراري الا كانت شي بلاصه ما قلتهاش ولا ما طرقتش ليها ولا ما كنتش عارفها، قولوا لي في الكومونتير شي ليان قلت شي بلاصه ولا كتباع فيها لي مونغا، وتهلاو ليا فلوسكم، وما تنساوش لايك وبارطاجيو. السلام عليكم الدراري.